اليوم السابع بتتكلم على تصريحات علي معلول. النهارده علي معلول كان ليه تصريحات في الموقع الرسمي للنادي الاهلي، واعتقد ليه تصريحات كمان في قناه النادي الاهلي. تصريحات كانت مهمه جدا في طريقهم وهم رايحين لجنوب افريقيا عشان يخوضوا مباراه صن داونز، واتكلم عن الهدف القاتل اللي احرزه في مرمى الاتحاد وروح النادي الاهلي واللعب كل ثلاث ايام. فبالتالي يعني بصراحه خلينا نتكلم كده، احد العناصر المؤثره بشكل كبير قوي 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 علي معلول. اعتقد يا جماعه ده احسن باك ليفت في افريقيا، مش مبالغه. لما تيجي تدور كده على حد يكون بمواصفات علي معلول، بمهارات علي معلول، باتقانه في العرضيات، مش هتلاقي، صعب شويه. كان عندنا زمان في النادي الاهلي كان عندنا جيلبرتو، طبعا ما حدش يقدر ينساه، كان باك ليفت عالمي. سيد معوض بصراحه طبعا كان نجم كبير جدا في هذا المركز. قبلهم كمان كان محمد عبد الوهاب الله يرحمه. لكن في الفتره دي اعتقد كده لما تيجي تدور في اي فرقه في افريقيا مش هتلاقي باك ليفت بمواصفات وقدرات علي معلول. فبالتالي الراجل في الحقيقه عامل موسم حتى الان اكثر من رائع. وكمان الهدف اللي احرزه في مباراه الاتحاد السكندري هدف يعني كان كويس جدا، كان مهم جدا ان هو يجي، لان المباراه لو كانت انتهت تعادل كان الامور هتبقى يعني تضايق شويه الجماهير اللي خلاص يعني مستعده للتتويج ببطوله الدوري ان شاء الله باذن الله، خصوصا طبعا في ظل المنافسه القويه مع نادي الزمالك. لسه طبعا بدري على المباريات، حوالي 10 11 ماتش لسه لكل فريق، فبالتالي لسه بدري على حسم البطوله يعني. ونادي الزمالك نادي كبير طبعا، ونادي لديه الامكانيات الكافيه هذا الموسم للمنافسه بكل قوه على اللقب، وده اللي احنا بنشوفه طبعا في الموسم ده. لكن قبل كده الزمالك ما كانش موجود خالص في المنافسه، وكان الاهلي بيحسم الدوري قبلها بست سبع اسابيع او اقل كمان عادي يعني. لكن المره دي ان شاء الله الدوري هيكون ليه طعم اخر باذن الله، باذن الله لما النادي الاهلي يفوز بيه. تمام. كمان تصريحات علي معلول كان بيتكلم على ان الهدف القاتل في الاتحاد السكندري ده بالنسبه له من اغلى الاهداف اللي هو احرزها مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو كان من لعبه متحركه. احنا عارفين بعض الاهداف اللي احرزها علي معلول كانت مع النادي الاهلي بالتحديد كانت من ضربات جزاء، وخصوصا ان هو مميز في ضربات الجزاء. كمان اتكلم على روح النادي الاهلي وان الفريق كله عنده روح كبيره جدا في اهميه الفوز، وده دي يعني ميزه من مميزات النادي الاهلي على مدار التاريخ. دايما بيبقى عنده الروح اللي بتقدر تقوده في الملعب للفوز بالمباريات حتى لو في الثواني الاخيره، زي ما شفنا كده في مباراه الاتحاد، مش بس مباراه الاتحاد، في الحقيقه مباريات عديده على مدار التاريخ النادي الاهلي حسمها في فيما بعد التسعين كمان في الوقت الضايع. فدي من الاشياء المهمه. كمان اتكلم علي معلول على ان كل ثلاث مباريات ده خلاص شيء احنا تعودنا عليه، خصوصا ان انت بتلعب في نادي كبير بحجم النادي الاهلي. دي طبعا تصريحات علي معلول يعني. فنادي بينافس على كل البطولات ومطالب انه يفوز بكل البطولات مش بس ينافس عليها، فاحنا خلاص مهيئين نفسنا جيدا جدا للعب كل ثلاث ايام مباراه، سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. تصريحات اعتقد مميزه جدا من علي معلول، وتبين مدى ادراكه باهميه المرحله بالنسبه للنادي الاهلي واهميه البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي خلال الفتره دي، البطولتين طبعا الاهم، بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا.